يعني العدو الإسرائيلي الآن، ورغم التكاليف الكبرى ورغم الـ يعني الأموال التي دفعت بأن حرب إسرائيل والحرب الأمريكية الإسرائيلية الصهيونية أعرابية تطبيعية، لأن كل دول التطبيع فتحت مخازنها للعدو الإسرائيلي وأعطته كامل القدرات وكامل الذخائر اللوجستية الموجودة لديها. عفوا، واستطاع بس خلي استاذ حسين، استاذ علي، يعني من الدول اللي فتحت مخازنها للكيان الصهيوني خلال هذه الفتره؟ الدولة التي لم تخجل من الإعلان هي الإمارات العربية المتحدة التي لم تخجل، ولكن هل هناك دول أخرى؟ والسعودية فعلت، الأردن فعل، والسعودية فعلت، مصر لم تفعل. مصر ما أعطت، ولكن دول الخليج من الآن ضمنها المعلن البحر الآن، بس إذا اسمح لي فقط، الآن المعلن الأردن معلن يعني في عملية صد الهجومات والإمارات تمام، السعودية كيف؟ سهلت السعودية إلى الآن المعلومات أنها سهلت. سهلت ماذا؟ نعم، سهلت الميناء البري لخروج القوافل من الإمارات عبر الأراضي السعودية إلى الأردن، ومن ثم الدخول إلى الكيان الإسرائيلي. وكذلك هل ساهمت أيضا بمعدات السعودية أو دعم لوجستي أو كذا؟ هلا ما بعرف، ولكن السعودية ليس لدي دليل عليها إلى الآن، ولكن الإمارات، البحرين، وكذلك الأردن فتحت كامل القدرات للعدو الإسرائيلي، وبالأخص الإمارات، حتى أن الإمارات كانت تتجسس على حماس ببعثة صحية، وكانوا يقومون باستجواب المرضى بأنه ما أصابكم، هل كنتم يعني أنتم قراب، كنتم من 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 مراكز دخول إلى الأنفاق أم إلى منصات صواريخ، وتم الكشف عنهم وطردهم من غزة. يعني